مرحلة الطفولة في مدينة بلقاس كان لها أثر كبير جدا في تكويني بعد كده. كل المشاهد اللي أنا عشتها وأنا طفل كانت موضوعات لأعمالي، مش ممكن يعني تغيب من الذاكرة مشاهد المراكب اللي كانت بتيجي من جنوب مصر محملة بالخيرات بتاع الجنوب، وكان فيها الصعايدة بأجسامهم النحيلة. مش يعني الصورة دي ما بتروحش من خيالي أبدا. لذلك هو الفن هو المزيج ده او القلق ده بين انك تعبر عن قضايا وانك تعبر عن الفن، ويفضل الفن يتراوح بين الاثنين. لكن ما اعتقدش ان ممكن فن مهما كانت قيمته يعيش اذا كان مش مرتبط بقضية ما. بعض الفنانين بتزيد القيمة الفنية عن القيمة النقدية أو الاجتماعية أو السياسية في العمل الفني، وفي جانب من الفنانين بيزود فكرة النقد الاجتماعي. أنا بحاول أعمل المزيج، وبحاول أن اللغة الفنية بتاعتي تبقى معاصرة إلى حد كبير مهما كانت القضية اللي أنا بتكلم عنها قضية آنية. Thank you.
ذكريات الطفولة أو الإحساس بالعيلة، جو العيلة ده أثر فيها كتير جدا، ولذلك المرحلة اللي أنا اشتغلت فيها على صور العائلات أنا كنت بدور على هذا الجانب المفتقد اللي احنا ما بقيناش نحسه الوقتية. ولذلك أنا في المعرض اللي أنا سميته العائلة كانت دعوة داخلية لفكرة العودة إلى هذا الإحساس، فكرة العيلة مش لازم تبقى عيلة كبيرة، لكن فكرة أن هذا التجمع، هذه الألفة والحميمية، ده كان يعني حلم في له علاقة بالحنين. ولذلك أنا في مجموعة الأعمال دي كنت بحاول أدور على هذا الحنين، محاولة للارتماء في هذه الأحضان الدافئة مرة أخرى. بعد كده اسكندرية والنيل، شو النيل والمية، يعني اسكندرية، مية اسكندرية وإحساس المية والبحور والبحر والشواطئ. بين شطين ومية عيشتكم عينيا، بين شطين ومية عيشتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية، بين شطين ومية عيشتكم عينيا، آه بين شطين ومية عيشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، آه يا غالين عليا يا غالين عليا، يا أهل اسكندرية يا أهل اسكندرية. اسكندرية، أنا فاكر أول يوم جيت في اسكندرية، اسكندرية كانت بالنسبة لي مدينة في الأحلام. أول يوم جيت اسكندرية أنا مشيت من بكوس لغاية هنا عشان أشوف شروق الشمس. من أول نظرة حسيت إن أنا بتولد من جديد في البلد دي. مراكب، سيمفونية الألوان، طور النورس اللي بتلف في الطبيعة، في السماء بتخترق السماء قدامي. افتكر ان المواجهه الاولى ديت مع هذا الجمال في اسكندريه فضلت ملازماني طول العمر. دايما كل ما بفتكر الالوان بفتكر اسكندريه، كل ما بفتكر الضوء وجمال الضوء بفتكر اسكندريه. ما اعتقدش ان انا كان ممكن ابقى فنان لو ما جيتش اسكندريه. لها تاثير كبير جدا في حياتي، الحركه اللي انا بشوفها في المينا، الضوء وهو بيبدا يرسم الاشكال، اعتقد ان دي تجربه كانت مهمه جدا في حياتي. يتمهل شويه ويتودع شويه وتعانق الميه، شط اسكندريه شط اسكندريه يا شط الهوى، المكان اللي احنا فيه ده هو الوقت جزء من متحف كلية فنون جميلة في اسكندرية، لكن أيام ما كنت أنا في الكلية ده كان أحد المراسم، قسم التصوير، وأنا في سنة أولى كان ده مرسامي. تنسوني بالمرة حرام، تنسوني بالمرة.
احنا كنا بنقضي في الكليه معظم الوقت. يعني افتكر ان احنا في احيان كتيره جدا كنا بنتحايل ونتفق مع الحارس وكان بيقفل علينا الباب، كنا بنبات في الكليه. كان الاساتذه بيعطونا وقت كبير جدا. افتكر ان انا كنت سعيد الحظ فتره دراستي في الكليه اللي درس لي سيف وانلي وكامل مصطفى، حامد عويس، فاطمه العرارجي، مجموعه كبيره جدا من الاساتذه اللي كان لهم اثر كبير في علاقتي بالفن واكدوا علاقتي بالفن، وان سهلوا عليا ان انا اخد الاختيار ده ان يكون الفن هو طريق حياتي. على القهوة ديت اللي بيسموها مجازاً قهوة سيد درويش ومدان سيد درويش، الواحد بيستحضر الحالة، بيستحضر أجواء الشيخ سيد والمزيكا وبديع خيري، ثورة 19، يعني في وسط الأجواء ديت مع بداية وجودي في الكلية وعلاقتي بإسكندرية وبداية ارتباطي بإسكندرية، يعني صحت المنطقة ديت جوايا مشاعر كتيرة جدا، يعني لها علاقة بالوطنية ولها علاقة بالفن، وبدأت فعلا عندي أسئلة كبيرة جدا عن علاقة الفن بقضايا المجتمع. وكل ما الواحد بيجي المكان هنا ويشوف قد إيه المكان ده بسيط، بسيط جدا يعني، لكن رغم كده طلع واحد زي سيد درويش أغانيه اللي عايشة ودوره اللي عايش، أكيد كان ده بيجاوب على أسئلة عن يعني لماذا يخلد سيد درويش. بيخلد سيد درويش لأن فنه كان ملتزم، فنه كان له قضية أو كان مهموم بهموم الناس، بهموم القضية الوطنية، وده أعتقد من الحاجات اللي خلتني أفكر كتير جدا في إيه اللي أنا برسمه وإيه اللي أنا هرسمه وبرسم ليه. سيزيف عن الإنسان اللي قدره أنه هو يشيل صخرة فوق قمة الجبل، وأول ما يوصل لقمة الجبل تقع منه الصخرة وينزل تاني يعاود الكرة دي، كانت بتعبر عني بالظبط. يعني هي كانت بتعبر عن حالتي وكانت بتعبر عن رغبتي في أن أنا يعني ما يقاسش وأحاول تاني وتالت. اللي كنت خارج من أزمة حريق المرسم وكنت عاوز يعني استمد هذه القوه، وكانت الفكره دي بتاعت فكره سيزيف هي كانت بالنسبه لي محاوله تاني وتالت، وان الانسان ما يفقدش الامل مهما كان قدره ان هو هتقع منه الصخره، ومهما قدر ان هو يبدا الطريق من الاول، لكن ده معناه ان هو يحاول تاني وتالت وما يقاس. انا برسم عساكر كتير في الشغل، الناس بتسالني كتير عن الموضوع ده، يعني دايما في عساكر في الشغل وفي شرطه وفي ضباط وفي، انا اعتقد ان مصر لها وضع خاص جدا من بعد الثوره، ان في وجود واضح جدا لفكره العسكري بانواعه. يعني العسكري ده ممكن يبقى رمز لفكره التسلط، لفكره القوه، يعني في معاني كتير جدا. انا بالنسبه لي العساكر هم بيمثلوا حاجة أصيلة في الشعب المصري، يعني بمعنى أن معظم العساكر اللي بنشوفهم في الشارع هم نتاج ريف وقرى مصر. فأنا بالنسبة لي العساكر بيعبروا عن فكرة السلطة وعكسها، فكرة التناقض ده بين أنك أنت تبقى ضد ومع.
الزحام، القلعة، السيدة عائشة، الناس، جموع البشر ديت، هي دي المدرسة اللي اتعلمت منها. اتعلمت فيها كتير جدا من القيم التشكيلية، اتعلمت الإيقاع والحركة والصوت، وإزاي إن أجسام البشر بتعمل موسيقى رائعة. بتلوم عليا اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق ملكش حق بتلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلاد ماهوش في ايدنا تلوم عليا ازاي اسدنا وخير بلادنا ماهوش في ايدنا قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا اهو ده اللي صار مصر يا أم العجائب شعبك أصيل والخصم عايب مصر يا أم العجائب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب فينا حاسد ايدك في ايدي